العلاقات. التهبت شاشات الفيسبوك ومواقع التواصل الإلكتروني بالانتقادات الحادة للدولة اللبنانية على خلفية الحديث عن قرار يقضي بمنع الجمهور اللبناني من حضور المباراة المقبلة بين منتخب الأرز ومنتخب قطر الأحد المقبل في المدينة الرياضية في انطلاق الدور الرابع والحاسم المؤهل إلى كأس العالم. وبحسب مصادر متابعة فإن القرار اتخذ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعد أن طرحه وزيرا الخارجية والداخلية وحظي على ما يبدو بموافقة رؤساء ثلاثة، إلا أن تأخير إعلانه نابع من طلب مجلس الوزراء من وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي إعلان القرار، وهو الأمر الذي يرفضه الأخير حتى الساعة كي لا يتحمل وزر الغضب الشعبي، خصوصا وأنه كان معترضا على القرار. الاتحاد اللبناني لكرة القدم بدوره لم ينبس ببنت الشفا حتى الآن، وهو يعترض بحسب مصادره على القرار. أما الجمهور فقد بدأ بعضه يتحضر للتظاهر وقطع الطريق عند المدينة الرياضية، فيما لا يزال بعضه الآخر يتوافد إلى المدينة بهدف شراء البطاقات، باعتبار أن موظفي الاتحاد لم يتلقوا أي أوامر رسمية بوقف عمليات البيع. خايفين على القطرية من جمهور لبناني كأنه وزير داخلية. بس عرفت ما في جمهور، جيت اشتريت تكت قصدا اشتريته. ليه؟ خيي هني هاد من الأخير دول العربية عم بيلعبوها، هني بدهم نقطة واحدة، ما بدهم لبنان يوصل لشيء معين. هالشيء بيعني إنه في ضياع لدى الجهة يلي بدها تمنع، وبعدين ناس بيقولوا وزير الشباب والرياضة، ناس بيقولوا وزير الداخلية، وناس بيحطوها بظهر الحكومة اللبنانية. إذا بلا جمهور ليش ما لعبنا بالأردن؟ لأنه كان مطروح إنه بسبب الأوضاع الأمنية بلبنان يلعب المباريات تبع لبنان على أرضه بالأردن، والعيب كل العيب إنه تكون دولة اسمها لبنان منا قادرة تضبط جمهور لمباراة بالفوتبول يطلعوا 25 أو 30 ألف واحد بدهم يحضروا هالمباراة. وهيدا كمان بيأثر فنيا على اللاعبين، لأنه اليوم بتلعب بلا جمهور، عم تفقد سلاح موجود بإيدك هو هتافات هالجمهور يلي عم يهتفوا كلهم للبنان. في البعض أكيد بدهم يطلقوا شعارات موسيقى وشعارات سياسية وشعارات دينية مثل ما بيصير وين ما كان، بس ما كانت بتوصل لدرجة أنه تمنع الجمهور من حضور المباراة. الدولة جابت بلوة لحالها بدون ما تدرى. أنا برأيي أنه كان مسموح ينلعب المباراة بالجمهور، كانت بتمرق الهتافات يمكن ما بتنسمع على كثرة الجمهور، بس ما بعرف ليش عملوا هيك. هلأ صار بدهم يحموا القطريين بقلب الملعب وخارج الملعب، يعني رح يصير في إذا بدك قطع طرقات، وهذا اللي عم يندعى لقلو. نحن ما نتمنى هالشي يصير، بس هذا اللي عم بيصير. الدولة عم تدفع الجمهور يعمل شغب. هذا وعلمت قناة الجديد أن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل سيعقد فور عودته من تركيا نهار الجمعة اجتماعا مع الجهات المعنية بالموضوع لاتخاذ قرار نهائي. وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور يبقى مصير البطاقات التي اشتراها الآلاف من اللبنانيين غامضا، مع عدم استبعاد مصادر مقربة من الاتحاد إمكان استخدامها لحضور المباراة المقبلة لمنتخب لبنان أمام أوزبكستان.